السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة غضب بيتسو موسيماني من العقوبة الموقعة عليه بعد فقدان بطولة السوبر امبارح، واقتراب انضمام أشرف بن شرقي للأهلي، ومشاكل في الأهلي بسبب بيرسي تاو. كل الأخبار دي وفي أخبار تانية كمان هيدور عنهم موضوع حلقة النهاردة. يلا بينا نبدأ حلقتنا، بس قبل ما نبدأ يا ريت تعمل لايك للفيديو عشان بيحمسنا جدا إن احنا نكمل والفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن من الأهلاوية. يلا بينا نبدا اخبارنا وحلقه النهارده. بيتسو موسيماني غضبان من العقوبه اللي اتوقعت عليه وعلى كل اللعيبه وكل الموجودين في الجهاز بعد فقدان بطوله السوبر اللي توج بيها طلائع الجيش امبارح. حقيقه غضب بيتسو موسيماني، اولا بيتسو موسيماني والاخبار اللي طلعت وقالت ان بيتسو موسيماني غضبان وزعلان والكلام ده كله. اولا بيتسو موسيماني لما يجي الاهلي كان بياخد راتب كبير جدا في نادي سان داونز، كمان الراجل ده معاه فلوس اصلا مش محتاج اساسا يضرب، الدنيا معاه متيسره شويتين، فموضوع الفلوس هو ما بيفكرش فيه اساسا بالنسبه للنادي الاهلي، الراجل بيفكر في المجد الشخصي مع النادي الاهلي وانه يصنع تاريخ مع النادي الاهلي، لذلك لما اتعرض عليه انضمام النادي الاهلي ساب كل اللي وراه واللي قدامه وجرى على انه ينضم للنادي الاهلي وقرر انضمام وساب ناديه سان داونز وساب كل حاجه، حتى لما جاله عرض من منتخب جنوب افريقيا ما فكرش برضه وفضل مستمر مع النادي الاهلي. يبقى الراجل هيزعل عشان اتخصم 300,000 ولا 400,000؟ مفيش الكلام ده، الراجل غضبان او زعلان او المفروض انه يزعل بسبب القرارات اللي عملها في المباراه ادت ان المباراه تطلع بالشكل ده، وان المباراه النادي الاهلي ما يتمكنش من الفوز بالخماسيه السنه دي ويكتفي برباعيه فقط. الناس اللي بتتكلم وبتقول ان النادي الاهلي خسر الدوري وخسر السوبر، افكرك بس ان السوبر ده بتاع السنه اللي فاتت اللي انت طلعت فيه من المولد بلا حمص زي ما بيقول. طبعا مفيش غضب ومفيش الكلام ده كله، بيتسو موسيماني المفروض يعني يكون زعلان من نفسه بعد ما ضاع بطوله سهله زي دي. اي نعم طلائع الجيش دافع بكل ضراوه وحارسه تالق بشكل كبير جدا، ولكن النادي الاهلي كان ممكن ان هو يكسب عادي جدا لو في بعض الامور اتغيرت وبعض القرارات في المباراه كانت اتغيرت، كان النادي الاهلي ممكن يكسب عادي جدا. وطبعا من ضمن القرارات دي هو خروج حسين الشحات بدري، ميكي سون مش في مكانه لما نزل، طبعا قرارات في انه ينزل بدر مانون في الدقيقه 118 عشان يشوط ضربه جزاء وضيع، ان قفشه يصمم انه يشوط ويشوط، ان محمد شريف وهو سيء جدا طوال المباراه انه يشوط، كل دي علامات استفهام واخطاء كانت في المباراه ادت ان المباراه تضيع من النادي الاهلي والبطوله تضيع من النادي الاهلي وتروح للي يستحق. علشان نكون صراحه النادي دافع بكل قوه وقدر ان هو يحافظ على نظافة شباب وحتى ضربات الجزاء وتألق محمد بسام اللي ممكن يكون بيقترب من النادي الاهلي وممكن يكون بيقترب من نادي الزمالك وممكن يكون بيقترب من نادي بيراميدز، ولكن هو المفروض لحد الان باقي سنه في عقده مع نادي طلائع الجيش هيكملها وبعد كده يشوف هو هيروح فين، وممكن تحصل تطورات في اللحظات الاخيره ونشوف اللاعب في اهلي وفي زمالك في بيراميدز، لان محمد بسام من حراس مميزين جدا ويتمنى ان هو ينتقل من طلائع الجيش لنادي اكبر شويه. طبعا تخفيض عقوبة شيكابالا وده تاني اخبارنا في حلقتنا، شيكابالا عقوبته اتخفضت الى 8 مباريات و 250,000 جنيه غرامة. طبعا كلنا متوقعين ان العقوبة كانت هتتخفض وان الموضوع هيتطبطب والموضوع هيتحل، وطبعا هي كده كده مش فارقة ان شيكابالا ما بيلعبش اساسا السنة اللي فاتت طول الدوري ما جابش الا جول. طبعا في انقسام في نادي الزمالك على عودة أسامة نبيه بعد ان هو رجع في من الاستقالة، في ناس عايزاه يرجع وفي ناس مش عايزاه يرجع، ولكن الأغلبية بتقول يجيبوا بديل ليه. ريال مدريد النهارده بيفرم ملقا 6-1 في الدوري ويواصل الصداره ويواصل التألق. باريس سان جيرمان واشرف حكيمي بثنائيه اشرف حكيمي بيفوز على ميتس 2-0 وميلان بيفوز على فينيسيا 2-0. باريس اسف 2-1. ويست هام بينتقم من مانشستر يونايتد وبيكسبه في كاس الرابطه و1-0 وبيخرج مانشستر يونايتد. تشيلسي بيكتسب في نفس البطوله على استون فيلا بعد التعادل 1-1 في ضربات الجزاء بينتصر نادي تشيلسي. مباريات بكره قادش هيلعب برشلونه، روما هيلعب اودينيزي، تورينو هيلعب لاتسيو، كاخر مباريات بكره او اهم مباريات بكره الشباب السعودي هيلعب الهلال السعودي في كاس الامير محمد بن سلمان. اخر بقى اخبارنا وخبر الموسم بالنسبه لنا هو انضمام اشرف بن شرقي للنادي الاهلي. طبعا عنوان الفيديو المفروض ان انت تكون انا داخل دلوقتي اقول لك ان اشرف بن شرقي مضى وخلص وفي الاهلي، ولكن الحقيقه بتقول ايه؟ الحقيقه ان في ناس كتير اتكلمت على ان اشرف بن شرقي مضى وبصم وعمل كل حاجه انه ينتقل للنادي الاهلي، ولكن خلينا نقول ان اشرف بن شرقي فاضل له سنه في نادي الزمالك، ولكن كل الاخبار والتكهنات دي بتقول ان النادي الاهلي
اتكلم مع اللاعب او وكيل اللاعب من عن طريق مدير التعاقدات في النادي الاهلي امير توفيق، اتكلم مع اللاعب، اتكلم مع مدير اعماله، واتفقوا على ان اللاعب ينتقل للنادي الاهلي، وحطوا بعض الرتوش في العقد والكلام ده كله، ولكن يتبقى ان اللاعب يتفق على عقده مع النادي الاهلي، ودي اللي لسه ما اتفقوش عليه. ولكن اشرف بن شرقي لو الزمالك جدد له هيبقى ولا كان شيئا لم يكن، واللاعب مكمل مع نادي الزمالك. اللاعب او يعني كل اهتماماته اولا واخيرا هي الماده والاستقرار الفني. طبعا لو هتقول لي اضافه، لان اللاعب بيلعب في كل مراكز الهجوم، لاعب نجم زي ما بيقولوا، هو نجم الزمالك تقريبا الاول، وطبعا لو انضم للنادي الاهلي هيبقى مكسب كبير، واللاعب بيفرش مع اهلي ومبيفرش مع زمالك، اللاعب عايز استقرار، واللاعب بيأدي في الملعب ما عليه، سواء في اهلي سواء في زمالك سواء في بيراميدز. اللاعب احنا لسه سامعين بيراميدز بيتفاوض معاه على 140 مليون، او انتقاله من هنا لهنا 140 مليون تقريبا، مبلغ كبير جدا على لاعب افريقي او على لاعب مغربي في داخل الدوري المصري، لكن برضه فلوسهم يعني. طبعا اشرف بن شرقي زي ما قلت هو لاعب محترف، ما يفرقش مع اهلي زمالك اسماعيلي بيراميدز، ما يفرقش مع الكلام ده، واهم حاجه عنده الماده والاستقرار الفني والاستقرار المعنوي، هو ده اللي يفرق معاه. طبعا الاستقرار ده مش موجود في نادي الزمالك، وده اللي بيعجل من رحيله، سواء للاهلي سواء لبيراميدز سواء يحترف سواء يرجع المغرب، كل ده مش موجود في نادي الزمالك. الاستقرار المادي والفني مش مضمون في نادي الزمالك، فده اللي بيخلي التكهنات دي كلها بتطلع، ان اللاعب جاي الاهلي، ان اللاعب جاي بيراميدز، ان اللاعب ان اللاعب ان اللاعب. ولكن زي ما قلت ان هو لو جه الاهلي اضافه كبيره جدا، ولو راح بيراميدز برضه اضافه كبيره جدا، ولو احترف اضافه لاي مكان يروح فيه اشرف بن شرقي، يتبقى زي ما قلت ان اللاعب يوافق على انتقال النادي الاهلي، وان النادي الاهلي يتحرك رسمي بقى ان هو يتعاقد مع اللاعب. ودي كلها تكهنات بقى على فكره، عشان ما اقولكمش ان دي كلها اخبار موثقه، لا دي كلها تكهنات من بعض الصحف وبعض المواقع، واحنا بنقول لكم الصوره اللي قدامنا ليس الا اخر اخبارنا ونهايه حلقتنا. المشكله اللي بين النادي الاهلي وبيرستاو لاعب منتخب جنوب افريقيا، هي المشكله مش بين الاهلي وبيرستاو، لا المشكله بين النادي الاهلي والاتحاد الجنوب افريقي. جنوب افريقيا بعتت عايزه بيرستاو يسافر عشان ينضم لمعسكر المنتخب، النادي الاهلي بعت لهم قال لهم ان اللاعب مصاب، الناس ردت تاني قالت ابعتوه واحنا هنعالجه عشان يشترك في المباراتين الجايين في التصفيات اللي هم يوم 10 ويوم 12 او يوم 9 ويوم 11 كده يعني. النادي الاهلي بيرفض، وسواء بقى اللاعب قرر ان هو يساند موقف الاهلي فاللاعب يشكر، اللاعب لو فكر ان هو يساند موقف جنوب افريقيا يشكر على ما قدمه، ولسه ما قدمش حاجه للنادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي في الحاله دي ممكن يفكر ان هو ينهي تواجد اللاعب مع النادي الاهلي، ويعني ينهي الاتفاق مع اللاعب، واللاعب يمشي خالص من النادي الاهلي بسبب الازمه دي. ولكن اعتقد ان النادي الاهلي كده حتى لو هو سافر اللاعب مصاب فهيسافر مش هيلعب، ويتعالج ما يتعالجش مش هتفرق كتير، لما يرجع لنا يبقى يتعالج باذن الله. طبعا مصلحه النادي الاهلي ان اللاعب يفضل ويتعالج على اكمل وجه عشان يبدا معسكر تدريب مع الفريق، عشان يبدا يتعامل ويعرف اللعيبه ويعرف المدرب، يعني يعرف الاجواء في مصر عامله ايه. لو اول مره تتابعني واول مره تشوفني، يا ريت تنزل دلوقتي تشترك لي في القناه، تفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.